بات من المعروف ان تشكيل حراس الدين جاء نتيجه تمرد نشب داخل هيئه تحرير الشام او جبهه النصره سابقا سنه 2016 حين اعلن الجولاني انفصاله المزعوم عن القاعده لكن الجولاني وبفعل الضغوط المستمره عليه وبعد ان امر بسجن القاده المتمردين داخل تحرير الشام اعلن الافراج عنهم ومن بينهم سامي العريدي وابو جليبيب وابو خديجه الاردني وابو همام السوري. الذي يترأس حاليا حراس الدين. وفيما يرى مراقبون ان حراس الدين مناوئ للجولاني في سوريا الا انه وفق مصادر مطلعه تواصلنا معها في الداخل السوري فان حراس الدين لا يعدو كونه الوجه الاخر للنصره التي ومن خلال هذا التنظيم الجديد بدلت من جديد جلدها لتظهر بمظهر المحافظ للمسيره. المصادر المطلعه لا تستبعد ان يكون ابو همام السوري موجودا على راس حراس الدين برضا الجولاني، ولا بعد استشعار خلافات ونزاع داخل حراس الدين نفسه مع التيار الاردني. جوله على بعض الاراء المطلعه على تشكيل حراس الدين لنتاكد من المعلومات التي وصلتنا والتي جزمت بان تنظيم حراس الدين تتنازعه الخلافات اولا لاعتبار افراده ان قيادته ضعيفه. وثانيا لرفض التيار الأردني داخل حراس الدين تسمية أبو همام السوري زعيما للتنظيم. هذا ويبرز خلاف قوي يتمثل بالمرجعية الشرعية حيث يرى التيار الأردني الأحقية لأبي محمد المقدسي. لا تقف أزمة حراس الدين عند هذا الحد، فوفق مصادرنا المطلعة في الداخل السوري فإن حراس الدين ومن خلال بعض العمليات العسكرية التي تقوم بها فإنها تفتح ثغرات أمنية كثيرة. وبالتالي تتصرف بمعزل عن تحرير الشام والجبهة الوطنية لتحرير سوريا، ما يفرض بالتالي عدم تنسيق واخفاق محتمين وبالتالي يتأزم الصراع بين هذه الفصائل المتقاتلة